عبر اليوم. مرحبا. بعض المناطق السورية أصبحت شبه مهجورة، حتى الأشباح تهرب منها، هكذا كتب بعض المدونين السوريين على الفيسبوك. والسودان ما زال ينتفض، حيث تداول ناشطون على الشبكات الاجتماعية فيديوز لمظاهرات ليلية بعد الإفطار. نبدأ مشاهدينا بلينك من سوريا، حيث تستمر المعارك ويستمر نزوح الأهالي. فيديو تم تحميله على اليوتيوب وحمل عنوان حلب، نزوح النساء والأطفال من حي مساكن هنانو، لنتابع. أو تويت بيك الأولى كانت لمرمورة. مرمورة كتبت: لاجئ سياسي، من يمسح دمعة هذا المسكين؟ إشارة إلى هذا الطفل، وهذه هي الصورة التي حملتها مرمورة على موقع تويتر. هاشتاغ سيريا يأخذنا إلى توب تويت غردت بها سلسبيل وقالت: شعوب الأرض في دعة وآمن، وهذا الشعب تنهشه القروح، تناوشه الضغاة، فأين يمضي؟ وهل بعد النزوح غدا نزوح؟ دائما بحسب سلسبيل. إلى فيديو جديد تم تصويره في الرستون وحصد حوالي 2300 مشاهدة. الفيديو حمل عنوان أطفال كالورود لا يجدون طعام، لنتابع. عم يضربنا بالقصف والدبابات والصواريخ والهاون والطيران. استشهدوا رفقات 2 مبارحيات. لا عندنا لا أكل ولا شرب ولا أشياء. شو صار عندكم يا عمي أنت؟ هددنا ومات العالم ومعنا خبز ومعنا أكل. تويبيك جديدة حملها ناصر علي، سيدة سورية مع أطفالها في مخيم اللاجئين، حاولت إخفاء دموعي دون جدوى حسب ناصر علي، وهذه هي صورة السيدة التي حملها ناصر على موقع تويتر. إلى توبيك جديدة لمروى رحيم، أطفال سوريون يشتبكون للحصول على مساعدات غذائية يتم توزيعها على اللاجئين، وهذه هي الصورة التي حملتها مروى على موقع تويتر. توب تويت غرد بها أنس: أصوات حرب حقيقية قادمة من حي الميدان، وموجة نزوح للأهالي إلى بيوت أقربائهم في مناطق أخرى، بعضها ليس أكثر آمنا بالضرورة حسب أنس. مشاهدينا بلينك مستمر، وننتقل إلى فيديو جديد على اليوتيوب مع أكثر من 1250 مشاهدة بعد دقائق قليلة من تحميله. وهذا الفيديو كليب كما تبعناه، وهو طبعا لنزوح بعض الأهالي، لنتابع. حركة نزوح للأهالي من حي الصافور بعد أن دخلت الطائرات والدبابات لتقصف المدنيين العزل. الطائرات والدبابات تقصف حي الصخور، تقصف المدنيين العزل. طائرات في رمضان، الأهالي تنزح بعد أن استفاقت على صوت القصف. دائما مع هاشتاغ سيريا وتوبيك لعبد الجليل المطوع. وعبد الجليل المطوع كتب في صورته: أم سورية تقوم بتعبئة مشط السلاح لابنها في الجيش الحر، وكأني أراها تدعو مع كل رصاصة. وهذه هي الصورة التي تم تحميلها على موقع تويتر. توب تويت الأخيرة في هاشتاغ سيريا فهي لجراح المهاجر: انظروا إلى خيام إخواننا اللاجئين السوريين في قرية عرسال. هي انظروا، وهذه هي الصورة التي تم التقاطها من قرية عرسال اللبنانية. مشاهدينا من سوريا إلى السودان المنتفض، وتوب تويت الأولى غرد بها هيومن: لولا انقلاب الإنقاذ لكانت الجمعة تسمى جمعة السودان، خال من الملاريا والكوليرا، جمعة تكريم المعلم وجمعة زراعة مليون شجرة. هاشتاغ السودان ينتفض. تغريدة جديدة لإيمان صالح، ودائما مع هاشتاغ السودان: في السودان أنت متهم حتى يثبت العكس، ولو ثبت برضو ما بحلك، السودان ينتفض. أحميها بصوتك بلدنا وتخطى سكوتك، خليها تعيش، مطلع أغنية جميلة لفرقة ناس جوتا. السودان يغني لنشر أكثر من رسالة موحدة، لنتابع مقطعا من الأغنية، بعدها لقاء مباشر مع فرقة ناس جوتا.
turn the music louder. Light skin Sudanese or darker face, equal opportunity in the marketplace. You want a parking space reserved like you. God's grace, we deserve like you. Unite despite the lines of division, race, class, tribes and religion. مشاهدينا أرحب بأعضاء فرقة ناس جوتا، إيهاب أبا سعيد وأشرف داوود، أهلا وسهلا بكم في برنامج بلينك. قبل ما أبدأ لفتتني كتير التيشيرت، خبرني أكثر عنه إيهاب. الحرية لرضوان. الحرية لرضوان، رضوان ده صديقنا كان عايش معنا هنا في أمريكا، وبعدين لما رجع السودان عشان يشارك مع الشباب في الثورة قبضوا ناس الأمن واتهموه بتهم ممكن تؤدي عقوبتها إلى الإجرام. نعم. سوري، إلى الإعدام. فإن شاء الله يعني ربنا يسهله ويفك أسره. ورضوان أصلا شخص مسالم جدا، وكان دائما بيساعد في الجنوب، يبني مدارس ويساعد الاطفال. فالتهم المنسوبه له دي لا تمت له علاقه بصلاح. ان شاء الله كل الحريه لرضوان داوود ولكل المعتقلين في كافه السجون. بنلاحظ انه دائما هناك نفحه وطنيه او الاغنيه الوطنيه هي دائما المسيطره على اعمالكم، مثل السودان واحد وبصوتك. ليش دائما الاغنيه الوطنيه هي المسيطره على اعمالكم؟ هي مش مساله اغنيه الوطنيه بس، ده الواقع الحاصل. يعني احنا زهقنا من الكلام بتاع الاغاني كثيره كله، والحب والكلام اللي ما له لازمه ده. احنا دايرين نعمل حاجه يعني احنا فعلا شعرنا بها، والفن رساله. انت واحنا بنعكس الواقع الحاصل في المجتمع السوداني والعربي عموما. يعني كمان حب الوطن هو نوع من انواع الحب. مظبوط، هو طبعا ده الحب الاسمى، حب الوالدين والوطن. هل برايكم اعمالكم هي بتعكس ربما حلم جيل جديد لبناء مستقبل؟ يعني هيدا الجيل الجديد هو يلي ربع هالاغاني الثوريه، هيدا هو حلمكم لبناء هذا النمط من الجيل؟ هو بشكل كبير طبعا بيحكي الصوره المتفائله اللي احنا بنحاول، وبرضه في نفس الوقت برضه بنحاول نعكس صوره الفساد والقمع من جهات النظام والديكتاتوريات. فبنحاول بالشكل هذا ان احنا يعني نوري الشباب عن طريق الموسيقى، لان احنا بنشوف الموسيقى دي سلاح قوي جدا ممكن يعني يستخدم لشيء بناء. نعم، برايكم الى اي مدى اصبح الفن يدعم الثورات؟ والله سؤال ده خلي اشرف يجاوب عليه. يلا يا اشرف نسمع صوتك. شكرا الحبيب. بالتالي في زماننا هذا طبعا الموسيقى بالذات في قرن التكنولوجيا بيدعم الثورات كثير. يعني مثلا حاليا الاغنيه اللي هعزف لكم اليوم اسمها سيستم داون، في منها ثلاث انواع. نعم. وان شاء الله اول ما بتخلص بنحطها في ويب سايت، بحيث الناس يقدروا يشتروا الاغنيه وكل كل الفلوس اللي تيجي منها. نعم. نبعتها لجريفنا ان شاء الله. فطبعا في السودان في ممكن ما يقدروا الناس في السودان يقدروا يشوفوا الويب سايت او حاجه زي كده بالنسبه. نعم. لشان الحكومه وهكذا. لكن في عندي اصدقاء برا السودان وكلهم مستعدين ان هم يتبرعوا بفلوس علشان نقدر نبعثها لناس قريفنا عشان نساعدهم. نعم. فبحث. يلا تفضل. نعرف ان الاغنيه ما اعرف اذا جاهزه ولا مش جاهزه، بس خلينا نسمع مقطع صغير منها. شور، اكيد ممكن. يلا تفضل، كلنا سمع لك. الله يخليك، شكرا. It seems you have mistaken our silence for weakness. We were just being patient like our elders and our teachers. Even though we have been the peaceful ones, you send your secret servants to terrorize our town. But it's our street, it's our home, it's our land, it's our blood, it's our time to rise above the crumbling ground, to stomp down, to stomp down. Our voices found system down. Ya Umdurman, system down. Ya Imtidad, system down. Ya Borsudan, system down. Ya Nazkharto, system down. Even though we have been the peaceful ones, to send your secret servants to terrorize our town. But it's our street, it's our home, it's our land, it's our blood, it's our time to rise above the crumbling ground, to stomp down, to stomp down.
voices found system down. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. برافو. هلا السيستم مش بس داون، رايح بالخالص. الله يخليك ان شاء الله. ان شاء الله اغنيه جدا جميله ان شاء الله يا رب. تفضل. هو اسمه طبعا في المصنع الموسيقي، هذا اسمه، بس حبيت اعرف على اسمه عشان الناس ما بتعرف اشرف، بتعرف مصنو الموسيقي. معظم الناس يعرفوني بالعالم الاجنبي يعرفوني كمصنو الموسيقي. ها مصنو الموسيقي. مصنو الموسيقي. بس اسمك الاصلي هو اشرف داوود. اسمي الاصلي اشرف داوود. طيب شو بدك اعيط لك هلا؟ هلا خلص ما بقى تحرز اسالك. كمان في اغنيه، تفضل كم دكتور. لا لا في اغنيه كمان رائعه كثير، ليالي الدكتاتوريه. خبروني اول شيء، هالاغنيه عملتوها قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ الاغنيه كانت قبل الثوره وتعملت من فتره. كانت هي الاغنيه عباره عن مجموعه من شباب اتلموا كلهم وقرروا يعملوا اغنيه يعني لمساعده، فهمت كيف، لتوعيه الشباب السوداني. فتعملت قبل سنه اصلا الاغنيه دي، لكن ما طلعت غير يعني وتوقيت كان مناسب انه تطلع مع احداث الثوره لحظه مؤخرا. فعلا طلعت وعملت بومينج مثل ما بيقولوا، لانه فعلا طلعت كثير، صار عندها مئات الاف المشاهده. كل واحد منكم بده رساله منكم، شو بتحبوا توجهوا رساله لدعم الشعب السوداني ولدعم اخوتكم داخل السودان بالمظاهرات يلي عم بيقوموا فيها؟ والله يعني وصلوا كفاحكم ان شاء الله، منصورين ان شاء الله، لانه ما في دكتاتور بيعيش للابد. ورساله الحكومه السودانيه هي المفروض توعى وتعرف ان دي اراده شعبها، فياريت تتخلى عن القمع والفساد اللي هم فيه ده و يطلعوا بالخير احسن ان شاء الله. اشرف، انا طبعا انا ما كنت في السودان بقالي فتره كبيره، اللي بس احب اقول لاهلنا في السودان يعني ما نسيناكم، I didn't forget you. فان شاء الله نقدر نساعدكم من هنا بطريقه احسن، وان شاء الله يكون في حكومه جديده قريبا باذن الله. ان شاء الله سيستم داون. ان شاء الله ان شاء الله بيصير سيستم اعلى واعلى. نيو سيستم. نيو سيستم. بدي اشكر كثير وجودكم، الاغنيه كثير حلوه وكل اعمالكم حلوه. اكيد المشاهدين كلهم فيهم يتابعوكم اكثر على اليوتيوب. ايهاب سعيد واشرف داوود، شكرا لوجودكم معنا. مشاهدينا اكيد بعد ما استمعنا الى الاغنيه الجميله مع فرقه ناس طوجا بلينك انتهت لليوم. جوتا سوري. ما تنسوا فولو أس عبر تويتر ولايك أس عبر الفيسبوك. دائما اليوم شو الختام مع ناس جوتا، لا للديكتاتورية. وبعدها نتحول إلى القدس والزميلة إيمان حدد. موجودة في قلبنا، قلبنا من الكرف قال كفاية، كفاية من الظلم للحكاية.